مصدر في نادي الزمالك كمان قال لنا ان اداره النادي ستضع صباح يوم الاثنين اللي هو يعني خلاص بعد كام ساعه كمان جزء من مستحقات اللاعبين واسوريو المتاخره بقى لها فتره مش قليله هتحط الحز... المستحقات دي في حساباتهم البنكيه عشان يحفزوهم قبل المشاركه في البطوله العربيه شيء جيد اكيد معنويا هتفرق مع اللاعبين قبل المشاركه في مباريات صعبه جدا في البطوله العربيه كمان مصدر بنادي الزمالك قال انه سيرجي اكا لاعب الاسماعيلي ومحمود حماده لاعب فيوتشر وفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز والجزائري ايوب عبد اللهوي لاعب نادي مولوديه الجزائر اقرب الاسماء للانضمام للفريق في الفتره اللي جايه وكلها اسماء ربما تفيد الزمالك الفتره اللي جايه لو الزمالك قدر يحسم اموره معاهم بعد فتح باب القيد لو قدر الزمالك يفتح باب القيد بالنسبه له مره اخرى او رفع الايقاف عن كمان حد في الزمالك او مصدر مسؤول بنادي الزمالك قال لنا ان هناك مفاوضات قويه في الوقت الحالي بين الزمالك وفيوتشر عشان ياخدوا عمر كمال عبد الواحد وناصر ماهر، عمر كمال عبد الواحد وناصر ماهر من أكتر اللاعبين اللي الزمالك حاطط عينيهم على اللاعبين اللاعبين دول في فيوتشر والاقرب يعني ناصر ماهر يعني هم متحمسين جدا لفكره ناصر ماهر.